وكان عضو مجلس النواب بسام الشاطر حضر اللقاء التنظيمي الموسع الذي نظمه أبناء مديرية مناخة لمناقشة الاستعدادات ومناصرة الحشد الذي سيخرج إلى ميدان 70. مع اقتراب يوم الحشد المؤتمري احتفاء بذكرى التأسيس والصمود، تتزايد وتيرة اللقاءات التنظيمية على مستوى محافظات الجمهورية. ففي مديرية مناخة عقد أبناؤها لقاء لمناقشة التحضيرات للمشاركة في المهرجان. نشد على أيدي بعضنا البعض للنزول إلى ميدان 70 بتاريخ 24 أغسطس، تاريخ تأسيس المؤتمر الشعبي العام، ونرجو من الجميع أن كل واحد منا يعتبر نفسه لجنة حشد بذاته، والحاضر يعلم الغائب. أبناء مناخ المدافعون عن الوطن والمتمسكين بالثوابت الوطنية أكدوا أن مهرجان التأسيس المؤتمري يتجاوز في أهدافه مصلحة المؤتمر الشعبي العام إلى المصلحة الوطنية العليا للوطن والحياة السياسية، وهو تأكيدا لمطلب اليمنيين أن تكون اليمن دولة ذات سيادة مستقلة بقرارها. نوجه لهم رسالة، من هو الشعب اليمني؟ من هم أبناء حمير؟ من هم أبناء سبا؟ من هم أبناء معين؟ فنحن من لنا الحضارة، فنحن قوم أولو قوة وبأس شديد. هم علموا من هم اليمنيين، ولكن نريد أن نوجه لهم رسالة عملية على الواقع بأن هذا هو أبناء اليمن وهذا هو الشعب، وليس الذي في فنادق الرياض أو مرتهنين لهم بأموالهم وإغراءاتهم. اللقاء أكد أهمية المشاركة الفاعلة في مهرجان التأسيس وفاء للتضحيات ودماء الشهداء الذين سقطوا وهم يدافعون عن الوطن ببسالة، وتعزيزا للجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته. نعتز ونفتخر بانتمائنا إلى تنظيم المؤتمر الشعبي العام الذي يعتبر الزعيم علي عبد الله صالح قائده ومؤسسه. والذي دعانا إلى أكثر من مرة بأن نتوجه إلى الجبهات لندافع عن حياض هذا الوطن. سوف نحضر جميعا إلى ميدان 70 من جميع أبناء الجمهورية اليمنية، وسنثبت للعالم بأنه حزب الوسطية والاعتدال، وسنثبت للعالم بأن المؤتمر الشعبي العام ما زاد إلا تماسكا بعضه بعض يشد بعضه بعض، وكلما ما زاده العدوان إلا تماسكا وشموخ وشموخ جبل عيبان وردفان ونقم. المهرجان الذي سيكون بصمة في تاريخ اليمن احتفاء بذكرى تأسيس حزب يضم غالبية اليمنيين لوسطيته واعتداله، سيمثل رسالة بأن اليمن لن يتحول إلى مهب الريح، ولن تنقرض فيه الديمقراطية والحرية وقيم التسامح والسلام مهما كانت مخططات العدوان وأدواته. فعندما يقول الشعب كلمته تتحقق الشرعية الدستورية. أكرم سران، اليمن اليوم. في السياق ذاته نظم مجلس شباب أمانة العاصمة في مديرية 70 وقيادتي الدائرتين 8 و9 في المديرية نظموا لقاء تنظيميا أكدوا فيه مشاركتهم في فعاليات الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. استعداد جماهيري واسع ولقاءات تنظيمية متواصلة في مختلف محافظات الجمهورية للمشاركة في ذكرى تأسيس أكبر الأحزاب الوطنية على الساحة اليمنية وأكثرها شعبية لوسطيته واعتداله، حيث نظم مجلس شباب أمانة العاصمة في مديرية 70 والدائرتين 8 و9 لقاء موسعا للإعداد والتحشيد للمشاركة في الفعالية. نعبر عن الفرحة بمناسبة الذكرى 35 لميلاد المؤتمر الشعبي العام، يعني الحزب والتنظيم الرائد. هناك العديد من الإنجازات التي لا تحصى ولا تعد أثبتها وقدمها لهذا الشعب الزعيم علي عبد الله صالح مؤسس المؤتمر الشعبي العام. أثبتتم إن فترتكم لا تقبل الذل ولا تقبل الهيمنة
ولا تقبل أهان، كذلك لا تقبل الوصاية على هذا الشعب الأبي. الأمن في الوطن كالصحة في البدن، مبدأ دأب عليه المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد، من منطلق أن الحفاظ على مكتسبات وخيرات اليمن التي تحققت خلال 3 عقود الماضية واجب ديني وأخلاقي. إن يوم 24 من أغسطس سيكون بمثابة رسالة جديدة لدول تحالف العدوان خاصة ودول العالم أجمع، تضاف إلى الرسائل السابقة التي يصدرها أبناؤنا العظماء من منتسبي الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. حراك تنظيمي منقطع النظير يشهده الوطن، يؤكد الاستعداد للمشاركة في فعالية ذكرى تأسيس المؤتمر لإيصال رسالة للعالم أن اليمنيين أولو بأس شديد تحطمت على صخرة صمودهم مؤامرات العدوان وتحالفه. مختار الخطيب، اليمن اليوم. وفي ذمر عقدت قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام